هل تعانين من مشاكل في شعرك وتبحثين عن الحل؟ تعانين من خصولات شعر مجعدة بشكل يفوق سيطرتك ولا تستطيعين التحكم بها بأدوات تصفيف شعرك المعتادة؟ هل تمنيت أن يكون مظهر شعرك مثل نجمتك المفضلة؟ غير سعيدة بالنتائج من زياراتك المتكررة لصالونات الشعر وإنفاقك مبالغ طائلة على شعرك؟ الآن نقدم لك الحل المثالي في عالم التسوق، تاي هير فانيتي كيس. كل ما تحتاجينه للحصول على أجمل مظهر داخل هذه الحقيبة: مكواة الشعر ومجفف الشعر والمرآة، الفرشاة والكليبس كهدية مجانية. تاي هير فانيتي كيس، لا تدعي عيوب شعرك تفسد عليك مظهرك. بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم عالم التسوق. كلنا كسيدات نحب نعتني بمظهرنا، وأكثر شيء بنهتم فيه هو شعرنا، لأنه مظهرنا الحلو والأنيق هيدا بيعطينا ثقة بنفسنا كتير كبيرة. ولهالسبب الأمر هيدا بيطلب منا أن نحن نروح للصالونات، بنصرف مبالغ كتير كبيرة، وحتى ممكن نعمل علاجات ضارة بشعرنا بس عشان نتفادى أن نحن نروح الصالونات. تخيلوا هلأ لو صار بين إيديكم هلأ حل بيناسبكم ويكون عندكم متوفر لكم بالوقت وبالزمان اللي أنتم بتحتاجوه، يعني أدوات تصفيف الشعر كلها موجودة معكم في كيس واحدة فقط. من خلال منتجنا اليوم هو تاي هير فانيتي كيس، بتحصل على كل المنتجات الخاصة بتصفيف الشعر واللي بتحتاجوها في كيس أو في علبة واحدة فقط. أول شيء هو مقدم لكم في علبة كتير أنيقة مثل ما تشوفوا، متواجدة معكم باللون التايجر اللي هو الذهبي والتايجر اللي هو البينك، ألوان كتير عصرية وأنيقة بتناسب السيدات كلهم وبأي عمر. نحن كل الستات تقريبا بنحب كتير التايجر وتدرجاته. أول شيء أنا راح أشرح لكم على العلبة الذهبية. أول ما بتفتحوها بتلاقوا كل شيء أنتوا بدكم إياه. أكتر أشياء بنستخدمها في تصفيف الشعر هي طبعا السشوار اللي مصنوع بتقنية كتير عالية، بالإضافة للستريتنر اللي من خلاله بتحصلوا على تسريحات مختلفة، ويفي كيرلي حتى ستريتنينج، كل شيء ممكن أنتوا تتمنوا تسووه بشعركم بتقدروا تعملوه مع الأدوات المقدمة لإلكم. وطبعا في أشياء تانية أكسسوري نحن بنحتاجها وطبعا هي مقدمة لإلكم، هي عبارة عن الفرشة بالإضافة للمراية وتو كليبس. كل شيء نحن بنحتاجه A to Z موجودة بتاي هير فانيتي كيس. خلينا نتعرف عليها أكثر لكن بعد ما نشوف هذا الفيديو. هل تعانين من مشاكل في شعرك وتبحثين عن الحل؟ تعانين من خصولات شعر مجعدة بشكل يفوق سيطرتك ولا تستطيعين التحكم بها بأدوات تصفيف شعرك المعتادة؟ هل تمنيت أن يكون مظهر شعرك مثل نجمتك المفضلة؟ غير سعيدة بالنتائج من زياراتك المتكررة لصالونات الشعر وإنفاقك مبالغ طائلة على شعرك؟ الآن نقدم لك الحل المثالي في عالم التسوق، تاي هير فانيتي كيس. كل ما تحتاجينه للحصول على أجمل مظهر داخل هذه الحقيبة: مكواة الشعر ومجفف الشعر والمرآة، الفرشاة والكليبس كهدية مجانية. تاي هير فانيتي كيس، لا تدعي عيوب شعرك تفسد عليك مظهرك. اليوم مشاهدين مقدمين لكم تاي هير فانيتي كيس اللي بتحتوي على كل شيء انتم بتحتاجوه من ادوات تصفيف الشعر. اكثر شيء عجبني فيها طبعا غير انه شكلها كثير ترندي هو انه بتقدروا تحملوها معكم بحيالله محل. تخيلوا هلا طالعين على اجازه لبلد أوروبية وما بنعرف وين الصالونات، نحن ممكن نحمل معنا تاي هير فانيتي كيس على أساس أن هي بتقدم لنا كل شيء نحن بنحتاجه لحتى نصفف شعرنا بطريقة كتير احترافية. وهو مقدم لكم من تاي كرياتيف ستايلينج، البراند اللي كتير مشهور في أوروبا وصار هلا متوفر لكم وفي الوطن العربي طبعا من خلال شاشتكم عالم التسوق. أكيد شفتوا كل المنتجات الخاصة بتاي كرياتيف ستايلينج في حلقات سابقة، بالإضافة أنه هو مناسب لكل أنواع الشعر. حابة تسوي شعرك كيرلي، ويفي، ستريتنينج، شو ما كان نوع شعرك، شو خاطرك تعملي بأدوات تصفيف الشعر بتقدري تحصلي عليها وعلى لوكس مختلفة كتير مع تاي هير فانيتي كيس لأنها فيها كل شيء بتحتاجيه من أدوات تصفيف الشعر. طبعا هلا كلكم صار بدكم تعرفوا كيف نقدر نستخدم كل الأدوات المرفقة بتاي هير فانيتي كيس، وأكيد رح يكون معنا مصفف الشعر المشهور
مايك تورو. هاي ميسا، شو اخبارك؟ الحمد لله تمام، نشكر الله. تمام أدوك. حابين نحن من اليوم مقدمين منتج غير شكل. اليوم لنعرفهم للمشاهدين انه في عنا السشوار الموجود وزنه كثير خفيف قوته قويه. يعني ما بتتخيلي انه عنا دراير صغيره رح تعمل لنا مفعول كانه نحن شو اسمه سشوار كبير وبيعطينا نفس الموجود اصلا بالصالونات الموجوده. انا اكثر شيء كمان لفت نظري مايك انه هو يعني نفس القوه اللي بنلاقيها بالسشوار الكبير هو هلا موجود بالسشوار لكن بحجم صغير كثير هاندي وزنه كثير خفيف. انت بتعرفي لانه الست لحالها وقت بدها تعمل شعراتها عندها سشوار كبير حتى يعني أنا أول واحدة فيه. إيه أكيد طبعا هيك بيكون قريب من شو اسمه قريب من راسها السشوار وبذات الوقت هي تستخدمه تحمله كتير هيدا وشغلة كتير الحلوة أنه هون ما له غطى للسشوار لأنه هو منه في معمول أنه ما من كتير مرات بيوقع منا ما بنعرف كيف بدنا نلفه بيقلب وهيدي شغلة كتير منيحة أنه معمولة هي منها وفيها ما أخذ الشكل الهين وبهالطريقة كتير هين نقدر نمسكه من فوق ونتحكم فيه بكل سهولة. في شغلة تانية كمان مايك إنه هو شكله كتير ستايلش والفتحة هاي اللي نحن تكلمنا عنها مشاهدين هاي بتساعدكم إن نحن يكون التوزيع الحراري متساوي على كل الشعر بالإضافة إن الواير كتير طويل يعني بنقدر ما بنتحكم أبدا بمحل الكهرباء وعنا هون مثل ربطة بنقدر نحن نعلق السشوار عليها بالإضافة إنه هو مقدم لكم بسرعتين مثل ما عم تشوفوا هون عنا نمبر 1 أوكي وعندي نمبر 2 بنقدر نختار السرعة اللي بنحتاجها بالإضافة أكتر شيء مهم فيها نحن بنعرف إنه في بعض في هو ديول فولتج يعني في بعض البلدان بيستخدموا 120 فولت وبعض البلدان بيستخدموا 230 فولت بس نحن بنحرك هيدا الزر على اتجاه درجة أو الفولت اللي بيستخدموه وبنقدر نستخدمه بحيالله محل ولهالسبب هو كتير مناسب للسفر. مايك أنت قل لي كيف لقيت تجربة استخدامه؟ أول شيء بدي خبرك على تجربة استخدامه أنه هو أصلا حرارته منيحة وبتخلي أنه بتملس لك الشعر أصلا أكيد هو دايما نحن رح نفسر أنه معمولة هيدا الشيء كمان انه دائما السشوار هو بيهيئ لنا الخطوه الاولى بس هو قبل قوه من 1000 ل 1200 واط هذا الشيء بيعطينا نتيجه اكيد يعني شو اسمه في عندنا الفرشيه اللي فينا نمشط فيها الشعر وشعر هو مبلول وكمان الفرشيه اللي رح نشوف هلا انه نحن وعم ننشف الشعر بنعمل ستايلينج للشعر. طب يلا هلا بدنا نشوف كيف بدنا نعمل ستايلينج للشعر. اوكي هي اخذنا الكليبس كمان والكليبس كمان له طرف يعني مدبب بنقدر نقصف فيه الشعر حتى فيكي تفرقي فيه الشعر. اوكي سو هلا اللي رح نعمله اول شيء نحن بدنا نشف الشعر بالطريقه بالمشط والفرشيه ولحتى بالفرشيه والسشوار وبنشوف كيف لننتقل للخطوه الثانيه نقدر. طب هلا بدنا نشوف كيف بدنا نصفف شعره. شو ماي كيف لقيت استخدامه؟ يعني هلا بالنسبه لي انه انا كثير هين انه يعني عم بحس انه ماني حامل شيء بايدي لانه انا متعود على الاشياء الاصعب بكثير بس انه كثير هين لي وانا عم فسر هلا كيف انه نحن ونحن عم ننشف الشعر بنكون عم نملس الشعر. هيدا انا اكثر شيء لفت انتباهي ان هم أخذوا أداة احترافية كبيرة الحجم وحطوها بشيء كتير صغير يعني حتى سهل لكل أفراد العائلة أنهم يستخدموا الدراير أو السشوار في أنهم يصففوا الشعر ينشفوا الشعر شيء كتير سهل علينا وعلى كل حدا فينا بالبيت. أنا لما جربته استغربت كمان لما مسكته بإيدي حسيت أن وزنه كتير خفيف وبسرعة شفتك قاعد عم تسوي الشعر يعني ما بياخد وقت طويل. بدنا ننشف نحن. انت بس شو عم تعمل هلا؟ انت عم تنشف الشعر. عم ننشف الشعر وحتى اذا بدنا نعمل نملسه بننشف وبناخذ الفصله بنشدها بالفرشه نفسها بالفرشيه نفسها
وبنفس الشيء من انا اللي فيها من مشط الشعر هو مبلول ومن نشف الشعر من مشط الشعر هو كمان ناشف. يعني حتى ما في داعي ان انتم تستخدموا فرش استشوار المعتاده لانها بتقطع الشعر مع الفرشه المرفقه في تاي هير فانيتي كيس. تقدروا تستخدموا الفرشه نفسها مع استشوار، بس اكيد طبعا رح تجيكم بنفس اللون. مايك هون متخربط، اخذ واحده ذهبي واحده بينك، لانه نحن وقت بدنا نملف الشعر اذا نشفنا الشعر بطريقه عشوائيه وما نشفناه هيك بالتمشيط حياخذ معنا وقت اكثر لنملسها للخصله. فهيدا نحن نفس العمليه، اول شيء عم ننشف الشعر مع المشط بطريقه هينه. انت عم تعمل ستايلينج كمان، اي بتكون نص كانه عملت نص تمليسه، وبعدين اذا بدنا نعمل ستريت كثير اقوى نعمل بالشو اسمه بالستريتنس. بس انا ملاحظه انه عن جد الشعر فرد، يعني عم يفرد معك بطريقه كثير سريعه. يمكن هيدا الشيء بيرجع لانه راس استشوار من قدام مثل ما حكينا انه بلا غطاء، فالتوزيع الحراري اصلا مثاليه كثير. وبذات الوقت كمان الفرشايه مع بعضهم لما بيمشوا مع بعض هن اللي عم يعطينا التمليس المضبوط. عن جد مايك قديش هين، يعني انا بالبيت بضل استخدم مو فرشه واحده يمكن اربع خمس فراشي. لا لو عنا نحن مثل ما خبرتك انه عنا سشوار بي قوته بقوة السشوار اللي نحن متعودين عليه، بس خفيف وعنا الفرشاة كتير منيحة. فنحن شو بدنا؟ بدنا حرارة وهواء قوي اللي هو يملس لنا الشعر. وبدقائق قليلة عملنا السشوار كله وصار شعرنا جاهز حتى نطلع. ايه ما اثنيناتهم فرشاة اللي هي عم بتساعدني وانا وهو شعراتها مبلولين كانوا رطبين، وانا عم بعملهم هيك 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 بسرعة ملسوا الشعرات. هلا اللي بدنا نعمله نحن لنضيف اكثر نعمله بعد الفاصل. اوكي طيب. هلا بدنا نعطي كل المشاهدين فرصه لحتى يتصلوا على ارقام بتظهر قدامهم على الشاشه ويحصلوا على تاي هير فانيتي كيس، لانه من خلالها بتحصلوا على كل شيء انتم بتحتاجوه لتصفيف الشعر. شفتوا قديش بعيونكم سهله الوحده بالبيت تقدر تحصل على شعر ليس. وهلا بعد الفاصل رح نعمل معاكم تسريحات مختلفه، خلكم معنا. يمكنكم الطلب الان بالاتصال على أرقام بلدكم الظاهرة على الشاشة، أو قوموا بزيارة موقعنا الإلكتروني www.citruscv.com. رجعنا لكم مشاهدينا مع تاي هير فانيتي كيس، الكيس اللي بيحتوي على كل ادوات تصفيف الشعر اللي اي سيده بتحتاجها واللي بتقدروا تاخذوها معاكم بحيلا مكان، وهي مناسبه كثير للسفر. ثاني شيء رح نتكلم عنه هو الستريتنر. طبعا الستريتنر كثير مهم بحياه اي سيده لانه من خلاله بتحصلوا على تصفيفات مختلفه، شعر ويفي، كيرلي، ليس، شو ما بدكم تعملوا بالستريتنر تقدروا تعملوه، لكن لازم تختاروا النوعيه الجيده. في كثير شغله مهمه لازم كلكم تنتبهوا لها، الستريتنر الرخاص ابعدوا عنهم تماما لانهم مصنوعين البليت اللي فيه، المعدن اللي فيه بيكون معدن، يعني بيضر الشعر، بيعطي الشعر ايونات سالبه وبيحرق الشعر وما بيوقف عن درجه حراره. ومثل ما بتعرفوا كل نوع شعري بده درجه حراره معينه، ولها السبب هيدي الاشياء كلها موجوده بالستريتنر المقدم لكم من تاي كريتيف ستايلينج، واللي هو موجود بالتاي هير فانيتي كيس. مثل ما تشوفوا هلا قدامكم على الشاشه هو سهل كثير الاستخدام لانه وزنه كثير خفيف، ستايله طبعا من نفس ستايل الشنطه سواء كنتوا انتوا اخترتوا اللون الذهبي او الوردي، بالاضافه الواير تبعه طويل، وفي نفس الشيء في عندنا منطقه بنقدر نعلق منها الستريتنر مثل ما انتوا شايفين هيدي هي، بالاضافه انه لو شفنا من جوا مع بعض هيك لو شايفين في عندي الاون والاوف، بنقدر نحن نحط اون واوف، وعندي هون درجات الحرارة، يعني بقدر أنا أخفف درجة الحرارة أزيدها سواء كان شعري مصبوغ أو غير، هيدا الشيء بنقدر نعمله. أحلى شيء فيه إن عندي البليت، البليت اللي مصنوع منه هو مصنوع من التورمالين، يعني سيراميك التورمالين، هيدا السيراميك بيشتغل بتقنية كتير عالية وبيوزع الحرارة بشكل كتير متساوي وما بيخلي الشعر ما بيوصل للشعر الأيونات السالبة اللي بتخلي الشعر كتير فريزي وكأنه منكوش ولا كأننا عاملينه، بالإضافة إنه هو heat resistance، يعني ما عندي أبدا توصيل حراري لأنه في عندي جزء داير ما يدور
البليت فاضي، فبالتالي ما بيوصل الحرارة لبرا، يعني بنقدر نمسكه بإيدنا عادي وقت ما بنشتغل أو حتى نحطه على الطاولة. وهلأ أكيد موجود معنا مايكل حتى يخبرنا أكثر كيف طريقة استخدامه. شو حابب نعمل يا مايكل؟ نبلش. نحن ما لنا بحاجة لنستعمل أي أشياء تانية مشاط من برا، لأنه عنا نحن مشطنا وعنا الكليبس اللي أصلا هو مثل المشط الرفيع بفرق فيه الشعر. يعني ما في داعي ابدا ان انتم تستخدموا اي شيء من برا، كل شيء بيحتاجوه موجودين فيهم. فيني انا شعر نعم. بدي ملس الشعر، بدي اعمل له شوي اعملهم بطريقه هيك ويفي شوي على جنب. قديش هين عن جد بسرعه كثير كبيره، لانه اول الاول شيء نشفت الشعر، ولما نشفته ترك لي الشعر سوفت كمان يعني وكفيتهم، وهلا في انا اعمل شو ما بدي بقدر اعمل بالشعر. يعني على فكرة يعني أنا واحدة من الأشخاص اللي أنا ممكن اليوم أعمل شعري ستريت، تاني يوم أقرر أن أنا أعمل شعري كيرلي من دون الحاجة أن أنا مثلا أغسل شعري، ممكن أغير الستايل. وهذا الشيء كتير هين مع تاي هير فانيتي كيس، لأنه ممكن اليوم أستخدم استشوار لحتى أعمل ليس، تاني يوم أستخدم الستريتنر. مزبوط. وفينا كمان بالستريتنر هيدا، لانه هو اصلا معمول من هون مبرومين منهم جايين ستريت الاطراف تبعوله، ففينا نحن نعمل الجذور منشدها هيك لفوق تعطينا حجم فوليوم للشعر كسره، وفينا نعمل يعني فينا نقدر نحن نعمل صارت عنا الشعر مش جاي لابس كتير ميليس. وبعدين أنا لاحظت أنه بمجرد ما وصلته مايك بالكهرباء على طول اشتغل، فهو بيشتغل بسرعة، ما في داعي نحن نستنى لوقت كتير طويل لحتى يشتغل، وبنقدر حتى شايفة كيف أنه عم بيعطيني الشكل صحبي هيدا، ومش عم بعيد علي يعني مرة واحدة لونج لاستنج. بس أنا لما جربته وعم بعطي فوليوم للشعر، ونحن بتعرف أنه الستات كلهم دايما بيفتشوا أهم شيء على الفوليوم، وبيخافوا دايما كتير مرات بيخافوا انه الستريتنر هو بيخلي لهم شعراتهم يلبس لهم اياهم، منه شرط ابدا. بس نحن بس اللي عملناه هو شو اللي عملنا، انه ركزنا اكثر شيء بالتمليس للشعر، وتركنا الخطوه الثانيه ما كثير عملنا شيء، يعني ما عملنا عده مرات لحتى يملس الشعر. سو نحن كثير هين كان لنا، ومثل ما انت شفتي يعني صح، يعني زدنا بحجم الشعر، يعني هذا الشيء كثير حلو لكل السيدات اللي شعرهم خفيف. اوكي نعم. انا الصراحه كثير حبيت الكيرلز اللي انت عملتها، لكن حاب اعرف شو بدنا نعمل مع الموديل الثانيه. موديلينج ثانيه، موديلينج ثانيه اصلا نحن ما لسنا كل الشعر لحتى أوكي. نكسب الوقت بتعرفي بالستريتنر كيرلي، يعني كيرلي فريزي كثير تعبانين شوي وكثير ناشفين. سو مثل ما عملنا اول شيء نشفنا الشعر بالمشط والفرشايه، وتركت انا هيدا الاسم اللي هو رح اعمله بالستريتنر، ورح نشوف نحن كيف كمان بس بالستريتنر، يعني فينا بس بالستريتنر نشفنا الشعر هيك، لانه مرات بيكون الشعر معنا ناشف اصلا وبالشو اسمه، لانه في كمان صح فيكي تستعملي هيك وتستعملي هيك، وانت اذا انت مستعجله كثير اكيد رح تنشفي شعراتك وترجعي تعمليهم. صح، يمكن لو توفر لك كل سيده منا هو ادوات تصفيف الشعر الاحترافيه، بنقدر وقتها بس نقدر نطلع تسريحات كثيره، ونقدر نعمل الليس ونعمل الكيرلي ونعمل الويفي، ونصير نحن مبتكرين كل مره نعمل شيء ثاني. بس انا ماني بحاجه، ما بنعرف يا مايك كيف نختار، بس هلا صار هين علينا. أنا مني بحاجة استعمل مشط تاني، مثل ما فسرت لك عندي المشط هو نفسه هو زيته، وإذا أنا بدي أفرق الشعر ما بعرف أفرق، لأنه كتير صعب علي، لأنه هيدا قاله راس مدبب بيفرق لي الشعر بكل سهولة، برجع بحط الكليبس فكتير هين على الست لحالها. شايفه كيف عم بمسكه بهيدا؟ يعني بستخدم كل شيء موجود بالكيس، يعني أيوة. استخدمنا الكليبس، استخدمنا الفرشه، سواء كان مع السشوار سواء كان مع ستريتنر، ومثل ما شفتوا مشاهدينا ستريتنر اعطانا حجم اكثر لشعر الموديل الاولى، اعطانا كيرلز، وممكن كمان نعمل فيه ويفي. اما مع الموديل الثانيه فنحن عم نعمل تمليس للشعره بشكل كثير حلو. اكثر شيء بضايق اي ست بهالدنيا انه ممكن تكون مسافره لبلد وتكون ناسيه شيء من اغراض تصفيف الشعر، تكون ناسيه استشوار او شيء شغله، لكن مع وجود
تاي هير فانيتي كيس بتكونوا متاكدين ان انتم كل شيء بدكم اياه موجود بشنطه واحده. وهين كثير عليهم يعملوه لانه حرارته كثير ظابطه منيحه. عن جد حبيت النتيجه واللمعه، هيدا كله مايك بفضل البلاك تورمالين تكنولوجي، قديش بيعطي لمعه للشعر وقديش بيسرع الحراره توصل للبليت بطريقه كثير سريعه وبطريقه كثير متساويه، بيعطي لمعه كثير حلوه للشعر. بصراحه انا كثير مرتاح بالنتيجه لانه بحس حالي كانه عم بشتغل بنفس الاغراض تبعولي للبروفيشنال، وصف كثير هين ست فيها لحالها تعملهم هالقصص. وشوفي شغله كثير حلوه، مش ناسين ابدا المرايه اللي هي اهم شيء بشنطه اي ست، الست بدونها ما فيها تعيش. سو كثير تاي هير فانيتي كيس مايك قدمت كل شيء، ادوات تصفيف شعر بشنطه واحده كثير حلوه، بنقدر نحملها معنا باي محل. اوكي ثانك يو كثير لك على الافكار كثير حلوه على السايز اللي بتقدمها لنا. ثانك يو لكم، ثانك يو سو ماتش فور بينج هير وذ اس توداي. مثل ما شفتوا مشاهدينا، كل شيء انتم بتحتاجوه كادوات تصفيف شعر موجوده بشنطه واحده وبتقنيه كثير عاليه، وبتضاهي نفس الادوات الاحترافيه اللي بتلاقوها بحي الله صالون وبحي الله مكان. بعد اليوم ما في داعي تحتاروا لاي صالون بدي اروح، كل شيء بتحتاجوه صار متوفر ما بين ايديكم. كل اللي عليكم تسووه هو انكم تتصلوا على الارقام اللي ظاهره هلا قدامكم على الشاشة، ونحن بنكون كتير مبسوطين لحتى نوصل لكم تاي هير فانيتي كيس. يمكنكم الطلب الآن بالاتصال على أرقام بلدكم الظاهرة على الشاشة، أو قوموا بزيارة موقعنا الإلكتروني www.citrusdv.com. الآن نقدم لك الحل المثالي في عالم التسوق، تاي هير فانيتي كيس. كل ما تحتاجينه للحصول على أجمل مظهر داخل هذه الحقيبة، مكواة الشعر ومجفف الشعر والمرآة، الفرشاة والكليبس كهدية مجانية. تاي هير فانيتي كيس، لا تدعي عيوب شعرك تفسد عليك مظهرك. إذا مشاهدينا، اليوم قدمنا لكم تاي هير فانيتي كيس، الكيس اللي بتعتبر كل شيء نحن بنحتاجه من أدوات تصفيف الشعر، موجودة في علبة واحدة كتير أنيقة، وهي متوفرة لكم بلونين، اللون التايجر الذهبي واللون التايجر البينك، وهو لونين كتير عصريين وكتير ستايلش، وأي ست بتحب عن جد يكون عندها شنطة كتير حلوة وأنيقة مثل الشنطة اللي هي مقدمة لكم مع تاي هير فانيتي كيس. بالإضافة أنها بتحتوي على كل شيء نحن بنحتاجه، مثل ما حكينا كل شيء متوفر لكم بتقنية كتير عالية. عنا استشوار مثل ما عم تشوفوا، سهل الاستخدام، متوفر لكم بسرعات مختلفة، وممكن هو بيتحمل فولت مختلف نقدر بنغيره حسب البلد اللي نحن فيها. بالإضافة للستريتنر اللي هو بيستخدم أحدث التكنولوجيا اللي هي بلاك تورمالين تكنولوجي، وفيها كل الأكسسوريز اللي نحن بنحتاجه، من فرشة، من مراية، كليبسات، كل شيء بكيس واحدة بس. تخيلوا هلا انتم مسافرين ونسيتوا شغلة من اشياء تصفيف الشعر، قديش هيدا الشيء بيكون مزعج لنا، قديش بيكون مزعج لنا لحتى نلاقي حدا عن جد يفهم على شعرنا ويعرف كيف يصفف شعرنا بالطريقة اللي نحن نحبها. مع ادوات تصفيف الشعر المقدمة لكم من تاي كريتيف ستايلينج، تحصلوا على تسريحات كتير حلوة، تصفيفات كتير مميزة، لانكم بتقدروا تغيروا من اللوك والستايل حسب رغباتكم. بالاضافة انها هدية كتير حلوة لاي حدا عندكم بالبيت، لانه بتقدموا لهم هديه مناسبه لهم، وبيقدروا يستخدموها بحيالله مكان وباي زمان، ومن خلالها بيحصلوا على تصفيفات شعر كل سيده تحلم فيها. بالاضافه مشاهدينا لحلقه اليوم قدمنا لكم حل لكل سيده بتحب تصفيفه شعر مميزه، نحن بنتمنى ان نشوفكم في حلقه جديده مع منتجات مميزه ايضا مع تاي كريتيف ستايلينج. باي باي.